مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل نجدد لكم التحية، وها هي الانطلاقة لشوطنا الحادي عشر في مجموعة الاشواط، وشوطنا الحادي عشر الخاص بالزمول هنا ايضا المحليات الاصايل ابناء القبائل على ارضية هذا الميدان. في هذه الانطلاقات الجميلة والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع معكم هذا الأداء المميز، نتابع الانطلاقات، نتابع الصدارة، ونسير هنا في مقدمة هذا الشوط وإلى المراكز الأولى المنطلقة. نتابع مشاهدينا الكرام مسيرتنا، نتابع التحديات، نتابع الإثارة، ونسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول وحرب المنطلق على الصدارة. أحمد بن محمد بن نقاش العامري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، مغامر في المركز الثاني، راشد بن علي بن سالم الهاشمي من ينطلق على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث المركز الثالث يأتي شاهين محمد بن سليم بن شويرب العامري من ينطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الشارد لمحمد بن عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من ينطلق هنا على المركز في هذه اللحظات على المركز الرابع، وفي المركز الخامس المركز الخامس هنا نتابع مشاهدينا الكرام، ويأتينا في هذه اللحظات مزعج سالم بن حمد بن سليم الكتبي من الجانب الآخر على المركز الخامس، ووصل شاهين، وصل شاهين هنا في هذه الانطلاقة الجميلة، يغير إلى خامس المراكز عمر بن خلفان بن علي الرفيس الكتبي من ينطلق هنا بالتحديات وبالإثارة، الوصول هنا أيضا من تسلل آخر، وصل مياس المطر بن مهير بن محمد بصوب الكتبي من يأتينا بانطلاقته سابعا، وفي المركز الثامن المركز الثامن عشاق راشد بن مطر بن سعيد بن حاذا الكتبي ثامنا، وفي المركز التاسع هنا ايضا في هذه اللحظات هداد محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي من ينطلق على المركز التاسع وعاشر المراكز، ويأتينا هنا ايضا سراب محمد بن سويدان بن عبيد العامري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالإثارة وبالتحدي. نعود مشاهدينا الكرام إلى حرب المنطلق على صدارة هذا الشوط، المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول، حرب هنا يأتينا لأحمد بن محمد بن دغاش العامري من يأتي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقة الجميلة والإثارة. هناك أيضا التسللات القوية القادمة، الشارد لمحمد بن عتيق بالعرط الحميري يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث المركز الثالث عندك يا بن سليم مزعق السالم بن حمد بن سليم لقتبي، وشاهين شاهين العمر بن قلفان بن علي الرفيس لقتبي هنا ايضا منطلق، مغامر راشد بن علي بن سالم الهاشمي بشعار بن كليب يتواجد ايضا هنا على المركز الخامس والسادس، مراكزنا مياس مطر بن مهير بن محمد بصوب لقتبي، وسابع المراكز والقادم هنا هداد محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي، وهنا عشاق راشد بن مطر بن سعيد بن حاذا لقتبي ايضا منطلق
بدوري بتحديات وإثارة على ثامن المراكز، المركز التاسع، المركز التاسع، وناخذ المركز التاسع، وهنا الوصول على تاسع المراكز من قبل سراب محمد بن سويدان بن عبيد العامري، وعاشر مراكزنا ياتينا شاهين محمد بن السهيل بن عويضان العامري، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. في ثاني ندى للمراكز العشرة المنطلقة هنا بالتحدي بالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، نعود إلى حرب، حرب المنطلق على صدارة هذا الشوط ومسيطر على زمام الأمور. أحمد بن محمد بن دغاش العامري من ينطلق على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. هداد، وصل هداد محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي من يأتينا ثانيا، وفي المركز الثالث الشارد لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري من يأتينا على ثالث المراكز. وفي المركز الرابع شاهين، في المركز الرابع شاهين عمر بن خلفان بن علي الرفيس الاكتبي من ينطلق مع شاهين على المركز الرابع. المركز الخامس مياس، مياس ياتي على المركز الخامس. هنا مطر بن مهير بن محمد بصوب الاكتبي من ياتينا على المركز الخامس وسادس مراكزنا. المركز السادس والتحديات الجميلة على سادس المراكز، شعار بن هذا يأتي مع عشاق راشد بن مطر بن سعيد بن هذا ليكتبي من ينطلق سادسا. وفي المركز السابع هنا، هنا يأتينا في هذه الانطلاقة الجميلة مشاهدينا الكرام، والقادم، القادم سراب محمد بن سويدان بن عبيد العامري، وهناك بن سليم مع مزعج سالم بن حمد بن سليم ليكتبي، ووصل بن رشيد هنا مع هنا البتار، البتار لسلطان بن علي بن سالم بن رشيد ليكتبي بأول ندى للبتار في هذه الانطلاقة الجميلة. هناك معالق اليمعة بن حميد بن عمهي المنصوري أيضا قادم في هذه الإثارة الجميلة، والأسماء قادمة، الأسماء قادمة، ولكن الصدارة، الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول. هداد من انطلق على صدارة، انطلق على المقدمة وعلى المركز الأول. محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي من انطلق على صدارة على المقدمة، ومياس، مياس، مياس، مياس قادم في هذه اللحظات. مياس مطر بن مهير بن محمد بصوب لقتبي من ينطلق على ثاني المراكز، والمركز الثالث شاهين، في المركز الثالث شاهين على ثالث المراكز. هنا عمر بن خلفان بن علي الرفيس لقتبي من يأتينا على المركز الثالث، ثلاثية، ثلاثية، ولكن مياس المسيطر على زمام الأمور. مياس على المقدمة وعلى المركز الأول، هو الصدارة. مياس هنا المنطلق لسيد مطر بن مهير بن محمد بصوب ليكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مضمر الدجور ينطلق بهذا الأداء الجميل، الجميل، سلام رفادة، سلام، سلام رفادة، سلام، هناك بالمدام على هذا الأداء المميز الجميل. شكرا بو محمد، شكرا مهير بن محمد بقميص بصوب، هنا من قدم لنا مياس بالفوز وبالناموس. تهانينا، تهانينا على هذا الأداء المميز لمطر بن مهير محمد بصوب. شاهين في المركز الثاني، عمر بن خلفان بن علي الرفيسة. المركز الثالث وصل سراب لمحمد بن سويدان بن عبيد العامري. المركز الرابع أتانا معالق لسالم بن حمد الشيباني الاكتبي، والمركز الخامس كانت التحديات من هداد لمحمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام،
هنا ولحظة وصول مياس إلى خط النهاية معلن الفوز معلن الناموس. تهانينا تهانينا على هذا الأداء لمطر بن مهير بن محمد بصوب الكبي على الفوز المميز هنا 9:47 أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس والسلام لأهالي رفادة بالمدام. بينما المركز الثاني كان شاهين قدم عرض يشكر عليه لسيد عمر بن خلفان بن علي الرفيسة لجتبي أيضا شكرا للثنائي المميز. هنا 9:51 وفاء وتماما وكمالا توقيته الزمني. بينما المركز الثالث كانت التحديات الجميلة هناك ولحظة الوصول هنا من قبل من أتانا سراب محمد بن سويدان بن عبيد العامري 9:54 جزئين من الثانية توقيت الزمني. نتابع مشاهدينا الكرام التحدي نتابع